السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا أحبتي؟ اليوم إن شاء الله سوف نستكمل درسنا لمادة التربية الوطنية. من يذكرني بعنوان درسنا السابق؟ نعم، إنه النظام في البيت. أهداف الدرس: يستنتج أهمية النظام في البيت، يعبر عن النظام في البيت. الآن يا صغيري، أرجو أن تستمعوا إلى النشيد الآتي. رتبوا 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 جميعا، رتبوا 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 جميعا، رتبوا 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 جميعا. الألعاب في السلة والكتب في المكتبة، فلننظف الغرفة تصبح مرتبة. الألعاب في السلة والكتب في المكتبة، فلننظف الغرفة تصبح مرتبة. إذن إلى ما يدعونا هذا النشيد؟ نعم، إنه يدعونا إلى الترتيب والنظام. عنواننا: النظام في البيت. من يذكرني ببعض صور النظام في البيت؟ نعم، أحسنت. طاعة الوالدين واجبة، فهي من صور النظام في البيت أيضا. أمثلة على النظام في البيت. أحسنت يا صغيري، أحترم أفراد أسرتي. وأيضا ماذا يجب عليك أن تفعل عندما تستيقظ من النوم؟ أحسنت، أرتب سريري. وأيضا كيف تحافظ على النظام في البيت؟ أحسنت، أنظف غرفتي. ومن صور النظام أيضا، إذا قمت باللعب ماذا تفعل بعد أن تنتهي؟ أحسنت يا صغيري، أرتب ألعابي. وماذا تفعل أيضا بالكتب؟ ممتاز، أرتب كتبي. بعد أن تعرفنا على صور من النظام في البيت، أريد منك يا صغيري أن تقوم بعمل التالي. أريد منك يا صغيري أن تصور نفسك وترسل صورة لك تدل على التزامك بالنظام في البيت. إذن سترسل لي صورة وأنت تقوم بأي عمل يدل على النظام في البيت. أرجو كتابة جملة تعبر عن الصورة المرسلة. إذن يا صغيري، سوف تقوم بوضع الصورة هنا وأيضا كتابة الجملة هنا وإرسالها عبر تطبيق السيسو. شكرا لاستماعكم.